السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ضاء من قناة أسهل وأسرع الوصفات. الفيديو ده معانا وصفة جميلة جدا، وصفة مقبلات جانب الأكلات الرئيسية، وصفة جديدة من نوعها، جميلة جدا ولذيذة، من الوصفات الروسية، إن شاء الله تعجبكم. يلا نقول مع بعض المقادير. معانا هنا صدور دجاج مستوية ومفرومة ومتبلة، ومعانا هنا برضو في الطبق الثاني بيض مسلوق ومفروم ومتبل، طبعا التتبيل بتاعه على خفيف جدا، الملح والفلفل. ومعانا هنا بطاطس مسلوقة ومفرومة وعليها فص ثوم مفروم برضو ومتبلة على خفيف جدا، الملح والفلفل بتاعها خفيف. معانا هنا جبنة، اي نوع جبنة تختاريه، جبنة مبشورة سواء جبنة رومي او موتزاريلا او شيدر مبشورة، هنضيفه برضو للطبق. ومعانا هنا معلقتين كبار من المايونيز، وهنبتدي نقلب المقادير في بعض كويس جدا جدا لحد ما تكون معانا زي عجينة كده متجانسة ومتماسكة شوية. معانا هنا بقى طبق جزر مفروم وطبق بقدونس مفروم وطبق بنجر او شمندر مفروم. هنبتدي بقى بعد ما خلاص عجناها كويس كده مع بعض، خلطناها كويس، هنبتدي نكورها كور كده زي ما انتوا شايفين في صينية، هنكورها كلها. وبعد كده هننزل بكل كورة في الجزر المفروم وفي البقدونس وفي البنجر او الشمندر بتاعنا، مفروم جدا فرم ناعم، وهنقلبه فيه كده وهنقدمه كمقبلات بجانب الاكلات الرئيسية. وصفة جميلة جدا وسلطة جديدة من نوعها، ان شاء الله تعجبكم. لو بتحبي الوصفات السهلة والسريعة اشتركي معنا وفعلي الجرس.